جالك صورة زي دي هتكتب على السهم بيشار على ايه بس؟ لا يا عم يا استاذ اي اكس ريل لازم تكتب الاتي 1 2 3 تعليق على فيلم لازم تكتب الاتي نوع الايه الفيلم هتقول اكس ريل اول حاجه المنطقه اللي بتصورها دي الريجون لا غزال نمرة 3 الوضع لاترال ولا اي بي ولا البوزيشن الفيو نمرة 4 السهم بيشاور على ايه اي فيلم اشعه هيجي لك في الامتحان لازم تمشي عليه بنفس الخطوات هل هي اكس راي ولا اشعه باريوم ولا اشعه حاجه تانية ضاي كوليستوجرام ولا 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 واضح ده اكس راي مظبوط اكس راي طيب المنطقه ايه شيست بس اللي باين شيست بس اللي باين شيست وشولدر اللي باين قدامك هتقول شيست وشولدر الشولدر مش موجودة الدرزة باين الدرزة باين شولدر والفزورة شيست اند شولدر بس ده في مركز اشعه التراسوم دي على الشيست بس تكتب الورد شيست بس الشولدر ده مش انا بتكلم ثيوريتيكال انا بتكلم علمي اللي باين قدامك في الفيلم ايه شيست بس شيست بس ولا الشولدر زي باينه الشولدر لما طلعت الشولدر تقول اللي باين قدامي شولدر وشيست التقليد السائد بيصور الشيست بس بيعلق على الشيست ومش هيتجاهل الشولدر هيطلعهم هو بيصور لكن انا قدامك الصوره ايه لو في حاجه في الشولدر بيرجع يصور في الشولدر مفيش مشكله بس انا قدام الصوره بتقول ايه اتجاهل حاجه باينه قدامي معلمه اسمعوا لي بس عشان نخلص أنتروبوستيريور فيو أو بوستروانتيريور همشيلك لو قلت أنتروبوستيريور السهم بيتشاور على إيه؟ ما هو كلهم أنتروبوستيريور كلهم المنظر بيجي كله مع بعض وصلت هنقعد نضيع وقت بيجي الساعه 12 اي سهم موجود هتقول على اسم الحاجه اللي انا بشاور عليها مثال مثلا شاور على حاجه بكتب مثال امسك دي الصورة دي الاكس راي ولا فيها صبغة؟ يبقى الصبغة دي هيتشال كلمة اكس راي. الصبغة ايه؟ باريوم؟ يبقى باريوم. الباريوم فيه ايه؟ الباريوم ده مبلوع ولا مهضوم ولا حقنة شرجية؟ يبقى باريوم ايه؟ سوال الفيو ايه؟ لاترال ولا اي بي؟ لاترال ولا اي بي؟ ليك بيل بص على السبايك والبيت كده ليك ليك بص يا خالد كله يدينا رايه
شو يا جماعه كل لبيب من الاشاره يا فهم نتعلم الدقة أسأل سؤال الزرقة اليمين زي الشمال في الحجم ولا في اختلاف؟ لا طيب في اختلاف؟ واحد منهم عدل واحد منهم مايل صح؟ النقول عدل والنقول مايل الاثنين بتاعت مختلفة بس مختلفين في التوقيت بتاع التصوير يا جماعة فن العمل فيلم ده آخر كلام ايه؟ رايت اوبليك رايت رايت انتيريور اوبليك كده يا عم لا الفيلم مش مقلوب الاسلوب مش مقلوب الفيلم مظبوط الفيلم مظبوط في 15 ثانيه على الدقيقه الدكتور احمد قال لي اوبليك فيو والسهم هيجيلك في الامتحان فين السهم بقى؟ فين السهم؟ فين السهم؟ مسافر مسافر امتحان كده احنا عملنا ايه بقى؟ خلاص كده ليه؟ لا بتوع الكلام ده تسمع عني ان انا اقول الكلام ده ينفع؟ مثال يا دكتور ترضاها لي؟ انت ترضاها لي؟ اتعلم بس ترضى لا يا حبيبي اتعلم يا ناس ترضاها لنفسك ضميرك ضميرك ما يأنبكش هو ده ممكن الرول بتاعنا اعلمك ممكن يجي كذا وديك السناره والصب راح منظر ده ايه السهم يجي لك في اي حته لا تتوقع عشان تذاكر هنا الخضرات الخضرات بتظهر وهنا فنيه الامتحان اكس راي لاترال الفوت اند انجل اي صوره تجيلك اي سهم احط لك سهمين على الصوره دي ويا سام لو قلت ان انا عايزه بالظبط عشان اكتب دي بوزيشن للفوت عشان البوزيشن اللي بعده اللي بعده خد الصوره اللي بعدها نمبر اند نمبر سكر انت مش شايف انت مش شايف سكر يا صاحبي ايه سام يا جماعه سام صورة دي ايه؟ اكس راي؟ اول اكس راي لمبر اي بي اكس راي لمبو سكر السباين اند سكر الاكيون لمبر اي بي لمبر لمبر سكر الاكيون ويمشي ادومين لما تكون سكرة وبلت جزء من بلت لمبر هو بقى يمشي ده صوت صوت يا جماعه صوت